متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من الدار البيضاء. كيف ما ديما فاحنا كنشوفوا الحالات الإنسانية، الحالات كنحاولوا نوصلوا صوتها للمجتمع. اليوم أنا عند في دارو ديال واحد السيد، هو يتيم، هذه أول حاجة. ثاني حاجة، هو خدام في المحطة ديال ولاد زيان، وقع مشكل بينه وبين واحد السيد اللي خدام معاه، تعاركوا بيناتهم. السيد الاخر اتهم هاد السيد بانه ضربوه وداك الشيء، ومن بعد مشى دار واحد الوثيقه اللي كنسميوها حنا شهاده طبيه، كيف ما لما قال السيد بانها مزوره، على الاثر ديالها دخل السجن مده شهرين. غنخلي السيد هو اللي غيعاود لكم التفاصيل ديال القصه ديالو ونرجع لكم. السلام عليكم، الاسم ديالك وفين ساكن سيدي؟ شاكر عبد العزيز، ساكن في دار الامان الشعبي، العماره واحد دار ربعه. عاودنا المشكل اللي عندك سيدي. المشكل ديالي كنحيي الناس المغاربه، وكنحيي الملك الله ينصرو، وكنحيي الشعب المغربي، وكنحيي السلطه المحليه، وكنحيي الدرك الملكي. واخا عاودنا المشكل اللي عندك. المشكل ديالي هاد السيد ضربنا انا وياه، ناقشنا انا وياه. واخا تعاود لي من الاول، اللي قلتي لي انت يتيم خدام. يتيم، ما عندي لا والد لا والده، لا اب لا ام، لا حنين لا والو، من سبع سنين، ولد سبع سنين، ولد سبع سنين، وانا مزولق. وكنهز لهم راسي من الصغر ديالي، وكان ما كاينش ما كانش الناس في الشوانط وهادي، واللهم لك الحمد. وهاد الناس هما دابا دوك كنخدم من ولد سبع سنين، ولد سبع سنين كان اليوم هذا، دابا عندي 50 عام، ودابا اللهم لك الحمد. دابا انا ما كنطلب لا دار لا بارتمان. واخا شنو المشكل اللي وقع لك في المحطه ديالي؟ انا هو هاد السيد تعدى عليا، تناقشنا انا وياه، مشينا للدائره، ومشى جاب دونا السبيطار 20 غشت، دونا 20 غشت. عاود لي المشكل، كيفاش تناقشتي معاه في المحطة؟ تناقشنا معاه كيف دارنا حنا، عاد تناقش عاد زادنا في الهضرة، دارنا صافي أنا وياه، عاد تناقشنا على البلايص، عاد تناقشنا وياه على البلايص صافي، ومشينا دارنا بعنا دارنا أنا وياه، مشينا للكوميسارية، دارونا المينوط، داونا 20 غشت، هو دوز وأنا دوز الراديو، تناقشنا فيها أنا وياه، هو ما مهروس ما والو. وجابونا للكوميساريه، هو طلقوه وانا هبطوني اعتقلوني، مشى جاب الشهاده الطبيه، هي مزوره فيها 25 يوم، هي مزوره ومهروس ما والو، وجابها مزوره. يعني اتهمك هو بانك ضربتيه، ومشى دار شهاده طبيه مزوره، ما دارش 20 غش، جا دار في ديال الفلوس وكاع، ها هي مزوره ومهروس لا وما فيه لا هرس لا والو. واعتقلوني بشهرين، وانا كنطلب الله مسؤولين الناس في الامن. وتكرفستي في هذيك الشهرين؟ تكرفص مزيان كاع، مكرفص ماشي عام شهرين، مكرفص من بكري تكرفص، ديما كيتكرفصوا عليا، ديما كيدوني يجيبوا السيرتيفيكا مزوره، ماشي غير هذه، او شحال من سيرتيفيكا مزوره كاينه، هي كاينه عندي دابا. كيفاش واش ديما كيتهموك انك ضربتي وكيدخلوك؟ اييه، ويجيبوا السيرتيفيكا مزوره، وهذه هي مزوره دابا الاخر، هذه هي مزوره. وانا كنطلب الله من الامن، وكنطلب الله من الامن يوقف معايا، الامن يوقف معايا بناس، ونقف الناس، سيد الوكيل الملك ووكيل العام يوقف معايا، هاد الشهاده الطبيه هي مزوره. واخا شنو الطلب ديالك؟ الطلب ديالي خصني نطلب دم وجهي، وكنطلب هاد الطبيب تا هو اللي دار الشهاده الطبيه، الطبيب تا هو اللي دار الشهاده الطبيه، تا هو خصني يشوفوا لنا مع الناس مسؤولين، انني مواطن ودريوش ما فعلي شيء. وكنطلب الله الناس مسؤولين، كنطلب الله المسؤولين الناس في الامن. واش هما يعاونوك؟ يعاونوني في هاد الخينه اللي صيفطتني للحبس، الطبيب اللي صيفطتني للحبس. يعني بغيتي تاخذ حقك؟ ناخذ دم وجهي، ماشي ما عندي لا نفوذ لا والو. واخا شحال الرقم ديالك اسيدي؟ الرقم 06 44 50 01 58. عاودها؟ 06 44 50 01 58. وكيف ما شفتوا متابعي قناه شوف تيفي، هذا هو المشكل ديال هذا السيد اللي بغى يتواصل معاه، هذا هو الرقم ديال الهاتف ديالو اللي بغى يعاونوا المسؤولين يدخلوا في المشكل اللي عنده باش يحلوا ليه. كنشكركم على تبعكم لهذا البث المباشر، وان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر.